رجعنا من جديد في فير بلاي، اخر جزء من حصتنا اليوم. نحكيو على الاولمبي الباجي وتطورات كبيره في الفريق رغم البدايه ممتازه، 6 نقاط في 2 مقابلات مع شياب الليلي. بالطبيعه لانه الامور الاداريه ماهيش ولا بد في الاولمبي الباجي. باش ناخذوا اكثر تفاصيل على شنو صاير في باجا مع زميلنا مراسلنا في باجا علاء التوكابري. علاء اهلا بك. مرحبا بك سليم ومرحبا بكل عشاق الرياضه على كبرت فيهم. مرحبا بك علاء. بدايه كما كنت نحكي، بدايه ممتازه، بدايه موفقه، تقريبا اكثر من ممتازه، 6 نقاط في 2 مقابلات، لكن الامور الاداريه ماهيش ولا بد في باجا، شنو صاير علاء؟ صحيح سليم، بعد 2 انتصارات في نظام جديد البطوله، بطوله مصغره، يعني انه ما ثماش خير من الانطلاقه هذه. 2 انتصارات، انتصار خارج الميدان وتم تاكيده بانتصار جديد امام مستقبل سليمان في الدقائق الاخيره، هذا ما خلى الاحباء يعرفوا انه الفريق ممكن يمشي بعيد في هذه البطوله. نعرفوها مباريات صعيبه، جمعيات محترمه والاداء قريب البعض. في البدايه كانت مع استقاله اولى لميس الميزني رئيس الفرع كره قدم بالاولمبي الباجي والناطق الرسمي، ثم وعكة صحية لنائب الرئيس، هذاك ما خلى كمال والي رئيس الأولمبي البيجي يلقى روحه وحده في ظل عزوف وغياب الدعم، رغم أنه أحباء الأولمبي البيجي كانوا اقتنوا معناها ليزابونمون نتاعهم الانخراطات بأسوام مرتفعة نوعا ما رغم الوضع الاجتماعي الصعب اللي تعرفوا كل الجماهير، لكن رغم هذا يعرفوا انه ما مش يدخل الميدان، وكان ضحاه وعاون الفريق، لكن هذا كان غير كافي بما انه اللاعبين ما تحصلوش على بعض من المستحقات الماديه مع البريم بعد 2 انتصارات. هذا خلى رئيس النادي كمال والي يقدم يلوح بالاستقاله. استقاله اسلام نجم نقولوا ان ما هيش رسميا 100% في انتظار اخر التطورات، لكن نجم نقولوا انه الاولمبي الباجي اداريا يتعدى بظروف صعبه على عكس النتائج اللي على الميدان ايجابيه. يعطيك الصحة علي. نحبوا نعرفوا كنا اتصلنا به كمال والي، كان حكاية ممكن على غياب الدعم المالي، كيف حتى اللي فهمنا منه كانه تهديد بالاستقاله، ما استقاله رسميه، يحب فما رجالات باجا يتحركوا شويه، شنو صاير علي بالضبط في الموضوع هذا؟ صحيح، هو اللي يتحمل المسؤوليه في الوضعيات هذه وخاصه في الاولمبي الباجي يعرف انه الفريق باش يتعدى بمثل هذه الظروف. كمال والي ما ننكروش انه عاون الفريق وكان معناها دعم الفريق ماديا بمبالغ محترمه، لكن خلاه في اللون هذه يلقى روحه وحده. هذا نداء لكل الاحباء والمدعمين باش يتحركوا شويه وباش يدعموا الفريق. ما ننساوش ايضا انه الجامعه التونسيه كره قدم كانت حتى انه الشهر نتاع اللاعبين مش ينقص في شهر سبتمبر واكتوبر، لكن رغم هذا مازال الفريق في حاجه كامله الى الدعم. نعرف ان المباريات متواصله واللاعبين يحبوا ياخذوا معناها عندهم موارد رزق نتاعهم، عندهم عائلات، وبالتالي لازم كل الاحباء وخاصه الناس ما يصير الحال هنا في باجا باش دعم الفريق. مش اولمبي باجي برك يعرف مثل هذه الازمات الخانقه على المستوى المادي، لكن في حاجه ماسه في الاونه هذه باش يعاون الفريق، خاصه انه النتائج ما زالت معناها في نتائج ممتازه خلت الفريق ممكن ينجم يعدي موسم استثنائي لو معناها تحطت المال هو قوام الاعمال باش نجم لاعبين نجموا معناها يعديوا موسم ممتاز. علي نافك مطلع على الكواليس خصوصا في بيجا، بصراحه اللي صار في التحولات السياسيه في تونس بصفه عامه اثرت شويه على الاولمبي البيجي. نعرف الناس كل علاقه الامين العام الاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بالاولمبي البيجي. والله لا اسلام، الاولمبي الباجي وممكن مثل عدد في رقم ما يقف على حتى شخص، لكن ما نساوش ايضا مش الاولمبي الباجي برك عنده حتى على مستوى الساحه السياسيه، هناك ايضا مستقبل سليمان، هناك العديد من النواب المجمدين اللي مازالوا يواصلوا معناها ما شفناش مثل هذه التطورات. ممكن الاولمبي الباجي اسلام خلينا نقولها بصراحه بعد 6 نقاط هذوما وكانه هناك البعض يصطاد في الماء العكر ويريد تشويش الاجواء. وبالتالي في باجا تعرف الناس الشيء هذا، وبعد النداء الاخير نتاع رئيس الجمعيه نتصور انه باش تحرك برشا ناس في باجا باش يدعموا الفريق ولمصلحه النادي، وناكد لك كلام انه ما عندها حتى علاقه يعني الحديث هذا ما عندها حتى علاقه، ونور الدين طبوبي كيف برشا ناس قاعدين يعاودوا في نطاق محدود. واضح.
يعطيك الصحة، شكرا لك علاء على كل هذه التفاصيل اللي مديتنا بها بخصوص التطورات الأخيرة في الأولمبي الباجي. على كل، قبل ما نختمو نعاود نذكركم بتشكيلة مقابلة الكلاسيكو اللي يبدأ بعد شوية 4:30 إن شاء الله بين الاسبيرانس والسي اس اس. البدايه مع ضيوف السي اس اس، التشكيله باش يكون فيها ايمن دحمان يعود اول مقابله ليه كاساسي بعد الاصابه، ايضا محمد امين الحمروني، حسام الدقدوق، علاء غرام، محمد بن علي، مليك رباح، كريس كواكو، حسين علي، ايمن الحفزي، اسماعيل داكيتي، محمد هشام النقاش الاحتياطيون، محمد هادي قعلول، نور زمان الزموري، محمد نصراوي، شادي الهمامي، عبد الله العمري، محمد سوله، فارس ناجي، فراس شوات، وحازم حاجة حسن، المدرب بطبيعة جيوفاني سوليناس. بالنسبة لتشكيلة نادي باب السويقة في المقابلة، معز بن شريفية قائد الفريق، عبد القادر بدران، محمد أمين توغاي، بلال شبار، رشيد العرفيوي، محمد أمين بن حميدة، فوسيني كوليبالي، محمد علي برمضان، غالين الشعلالي، نسيم بن خليفة، وإيمانويل إيوالاد. الاحتياطيون فاروق بن مصطفى، محمد علي عقوبي، زياد مشموم، علاء الدين المرزوقي، منتصر التريكي، فادي بن شوق، الياس شتي، فاروق الميموني، ودافيد كوفي. هذه تشكيلة بطبيعة رفيج عادي في المقابلة. الحكم باش يكون يوسف سري، سيعود كل من أيمن إسماعيل، يوسف الجامي، والحكم الرابع هو مراد جربي، عفوا، مراقب المقابلة هو مراد الدعمي. شكرا لما يبن نصر في الإخراج، ويام الزقل في الإخراج الرقمي. أجمل تحيات، إسلام.